السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم دي مادلين بلا نواه كوكو. يعني اللي يحبوا هذا النوع تاع الذوق تاع نواه كوكو راح تعجبهم بزاف. اول شيء بديت به اني شعلت الفرن تاعي على 180 درجه، وجدت السنيوه تاعي تاع لي مادلين ودرت فيها لي كيسات باش نبدا نخلطوا الخليط تاع لي مادلين تاعنا. واش راح نحتاجوا في الوصفه تاعنا؟ راح نحتاجوا دائما بالكاس ديال 240 مللتر، ها هما امامكم. راح نحتاجوا زوج بيضات، كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، كاس تاع نواه كوكو، جوز الهند، زيت طحنتها واحد شويه الى حسيتيها بلي خشينه زيد طحنيها، كاس تاع الفرينه وكاس تاع الحليب، واحده خميره الحلوه، مغرف صغيره تاع لافاني وقرصه تاع الملح. نبداو مباشره بطريقه التحضير. اذا نديرو زوج بيضات تاعنا، نديرو معاهم كاس تاع السكر ونخلطوا الخليط تاعنا مليح. ندير معاه مباشره كاس نص كاس تاع الزيت، ما نكتروش الزيت، لافاني تاعنا، مباشره ندير الحليب. يعني كي ندير الحليب ونبدا نخلط راح يذوب لنا هذاك السكر. على هذا انا ما نخلطش بزاف البيض والسكر، لانه الحليب راح يعمل لنا العمليه باش يذوب لنا السكر تاعنا. اذا ندير كاس تاع نواه كوكو، جوز الهند هكذا باش تفهموني، اذا وندير كاس تاع الفرينه مع باكيت تاع خميره الحلوه، ونديرو لهم شويه تاع الملح، قرصه تاع الملح فقط، ونخلط حتى يولي عندنا خليط يعني ليس. هنا من بعد ما دخلنا الكاس الاول تاع الفرينه نزيدو الكاس الثاني تاع الفرينه. يعني في الاول حطيت كاس فقط، نزيدو الكاس الثاني ونزيدو نخلطو حتى يدخل كامل هذوك المقادير في الخليط تاعنا. ها هو الخليط تاعنا كيفاش يولي، خليط تاع كيك عادي. ها هو امامنا. اذا من بعد واش ندير؟ نبدا نعمر في الكيسات تاعنا. جبت غراف صغير ونبدا نعمر، المهم 3 ارباع يعني فوق النص بشويه. نعمروا العجين تاعنا، نزيد له شويه وندخلهم الفرن تاعنا راهو سخون. دائما الفرن نشعلوه قبل ما نبداو نخدمه. اذا نكمل نعمر وندخلهم الفرن حتى يطيبوا، يعني تشوفوهم حمار وخداو لون، ونحوهم ونرجع لكم فيما بعد. اذا ها هما لي مادلان تاعنا بعد ما طابوا، نخليهم حتى يبردوا تماما، من بعد نحيهم ونعمل لهم تزيين مع بعض. اذا هنا نحكم لي مادلان تاعي، ندير لهم شويه تاع المربى على الوجه فقط، ولا لا جولي ولا نيسلي واش حبيتي. التزيين دائما يبقى اختياري، ولا تقدري تخليهم هكذاك اللي ما يحبش، كاين اللي ما يحبوش التزيين. ونزينهم بلا نواه كوكو هكذا باش نعرفوا بلي كاين نواه كوكو يعني في القلب تاع العجينه تاعنا. ها هو امامنا، شوفوا كيفاش يجونا شابين. اذا راح نكمل كامل لي مادلين تاعنا ونقدمهم في طبق التقديم باش يشوفوهم ان شاء الله. اذا ها هما لي مادلان تاعنا واجدين بعد ما يعني زينتهم تزيين بسيط هكذا باش نعرفوا بلي ميم القلب تاعهم فيهم نواه كوكو. والله ريحتهم ما شاء الله روعه، شوف كيفاش يجوا، شوفوا شحال طريين، يجوا بزاف شابين. اذا راح نفتح لكم حبه باش تشوفوا دو لي مادلان تاعنا كيفاش جاونا في الوسط يعني من الداخل. بسم الله، حنا دائما حنا نفتحوا الحبه تاع المادلين تاعنا. ها هي، شوفوا كيفاش جاتنا خفيفه ويجو هشاش والبنة ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.